الكل، يوم جديد نعلم الصباح 3/12/2015. من يومين كنت عم بقرا خبر على الانترنت وخبر كثير عن جد مسني. شخص بامريكا انظلم 40 سنه وكان محبوس لمده 40 سنه، فات على سجن عمره 17 سنه ظلم، ومن بعد فتره اللي هي من بعد 40 سنه تم صار في قصص جديده بالقضيه وتم فتح الملف عن جديد واكتشفوا انه المسجون كان بريء كل هالمده وسجن. القضاة طلبوا من المسجون واللي طلع براءه انه يطلب اللي بده اياه من بعد العفو اللي صار، ويطلب يلي بده اياه كتعويض عن هالسنين يلي مرت بحياته كلها بالسجن. واذ المفاجئ انه الزلمه بيطلب يرجعوا يعيدوا النظر بكل القوانين يلي ظلمته واللي خلته يبقى بالسجن لمدة 40 سنة. ما طلب مصاري، ما طلب ولا شيء، إنما يرجع يعاد النظر بكل القوانين يلي سببت له هالألم لمدة 40 سنة. الحلو كمان إنه أوباما اللي هو الرئيس الأمريكي بعد فترة ما طلع المسجون من، أو يمكن بعد يومين ما طلع من السجن، بيروح هو ومرته لعنده، بيجيبوا له العشاء وبيقعدوا معه مثل هيك انه مش تعويض اكيد، ولكن عم يحسسوه انه نحن حاسين معك، وبطريقه من الطرق عم بيهونوه عليه. على كل حال، انا اللي بدي اقوله من هذا الموضوع انه دائما في ناس بتظلم اشخاص، وخاصه القوانين يلي بتكون عن جد مش منصفه دائما، ان كان بلبنان او ان كان بمناطق اخرى وبكل دول العالم على الكرة الأرضية. في قوانين لازم يعاد النظر فيها لأنها عم تظلم أشخاص، وأنا بعرف كتير كمان ناس مظلومين بالسجن وهن مش مرتكبين أي جريمة أو مش يعني مش قايمين بأي غلط. على كل حال، على أمل أنه المظلوم ينصف والعدالة تاخد مجراها. نحن بس هيك كنت يمكن عم خبركم هيدا الخبرية، أنه أوقات 40 سنة بتاخد مدة طويلة الإنسان لحتى يرجع ياخد براءته. ما طلب مصاري، ما طلب شيء أبدا، إنما طلب أنه يعاد النظر بكل القوانين يلي ممكن تظلم إنسان. بدي أقول صباح الخير لكم عن جديد، وصباح الخير للشيف شادي، يعطيك العافية. صباح الخير ولا صباح الخير لكل المشاهدين. النهار كان عاصف امبارح، اوكي، رجعت الشتويه، هذا واحد. ما بدنا نقول رجعت الشتويه. عندي خبرتين سريعين. لا، رجعت الشتويه امبارح. لا، ما رجعت الشتويه، ما تعصبنا. رجعت الشتويه. لا، اوكي، كلهم عم ينهاروا. خبرتين سريعين جدا. اول شيء بدي اعيد كل الممرضين والممرضات، اليوم نهار العالمي للممرضين والممرضات والعالم. والشغله الثالثه انه في رجل اعمال صيني عنده 6400 موظف، فاخذوا معه على فرنسا رحله. مين هو؟ صيني، رجل اعمال صيني عنده 6400 موظف، اخذهم معه بالطياره. ليه ما بتتوظف معه؟ على فرنسا، فانا مفكر انقل على الصين. ده انا فكرت انقل على الصين، مش مشكله ابدا. وشاطر، انا شاطر بالنودلز. انت بتنبسط ونحن بننبسط كمان. على كل حال، يعطيك عافيه شيف، بس مش مشكله، فيك ترجع تلحقه كمان، ما تعتلق. رح الحقه، رح الحقه. الحقه الحقه. رح نشوف بهالكامبين اللي عم نقوم فيها بعالم الصباح تحت عنوان هيدا شغلي، كل شخص بحب مهنته وبيأديها بشغف كبير، في طبعا يصور حاله ويبعث لنا فيديو خاص فيه يخبرنا عن المهنه يلي بيمارسها، ويصور حاله لمده 30 ثانيه طبعا، مش اكثر بكثير، وهيك نحن كمان بدورنا فينا نعرضها على شاشه عالم الصباح. وباخر الشهر رح يكون في استقبال يعني تكونوا انتم ضيوفنا وتخبرونا عن مهنتكم وقد ايه بتحبوها، ونحن كمان بدورنا اخترنا فيديو عن مهنه معينه بنشوفها سوا. فسر لي هيدي. طيب هيدي وهيدي تعرف شو يعني؟ ولا اقول لك هيدي؟ طيب اكيد هلا رح تقعد. هيدي لا تفهم بالاشاره بدها معلميه. انا ويتر، هيدا الشخص. خلينا نشوف شو بتضمن حلقه اليوم، وبنرجع بنكفي عالم الصباح. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن، عروض ازياء للصيف 2015 مع هاديه بيع الموضه.
الأكل خلال الضغوطات مع كارلا بخفيف نظيف. أجمل حدائق الولايات المتحدة مع كيندا بأرض ورد. كارمن بتستقبل إيميلاتكم بزودياك. تطبيقات بتسمح لنا بإجراء مكالمات هاتفية مجانية على الهواتف الذكية مع كاتيا بوقتها. ورشة ملح مع الشيف شادي على باستا مع السمك المشوي. سؤال على صفحة الفيسبوك الخاصة بعالم الصباح، إذا ظلمتوا إنسان أو شخص يمكن يكون قريب ويمكن يكون بعيد، كيف بتعوضوا له؟ فإذا جاوبوني وابعثوا لي الكومنتس الخاصة فيكم ورأيكم لحتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع. أما هلا بننتقل عند كارمن والأبراج وعزوز اليوم. صبحكم بالخير. يوم الثلاثاء 12 أيار مايو، يوم القمر مرافقنا من برج مائي برج الحوت، والأجواء صارت حلوة للأبراج المائية الحوت السرطان وأيضا العقرب. كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبدأ مع أول برج برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل بتدخل بفترة نوعا ما فيها شوية استرخاء، فيها شوية ابتعاد عن الأضواء، يمكن تحمل شوية تراجع أو فشل أو يمكن بعض يمكن الخيبات هيدي اليوم وبكرة. لذلك من المستحسن بهاليومين انه ما تاخذ على عاتقك مسؤوليات كبيره. وبيبقى المولود الاكثر تعبا 8 و9 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور هيدا نهار نوعا ما بخليك ترتاح بعد اعباء وتعب وركض اليومين اللي مروا. الجو اليوم حلو بيساعدك، بتلاقي انه اليوم فعلا عم بيزقفوا لك وعم يشجعوك على الكلام او على القول يلي صار او الفعل اللي عملته امبارح واول امبارح. اليوم ترجع تستعيد الثقه بنفسك وباصحابك. وبيبقى المولود الاوفر حظا هو 5 6 و7 ايار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. بالنسبه لبرج الجوزاء اليوم نهار مهم، اليوم نهار ثقيل، اليوم نهار ما في حل وسط، مع احتمال انه تكون الاجواء صعبه او ملبكه، وبالتالي اذا ممكن اذا بتقدر تاجل اعمالك المهمه لنهار الخميس او الجمعه بيكون افضل بكثير. المولود الاقل حظا اليوم انتبهوا 21 ل 23 ايار مايو، وخلينا نضيف عليهم كمان 24 ايار مايو، يعني من 21 ل 24 ايار مايو كونوا حذرين. منكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان فيك تهيص اليوم، أنا بعتبر هيدا نهار خفيف نظيف ومن الأيام الحلوة الحلوة يلي بتنبسط فيها بتفرح فيها ويلي بتقدر تحقق فيها الكثير. اليوم ضروري تكون فعال، ما تقعد مكتف إيديك، لأنه لما بيكون هيك نهار حلو ضروري ضروري إنك فعلا تشتغل من كل قلبك. وبيبقى المولود الأوفر حظا اليوم 25 ل 29 حزيران يونيو. منكمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد صحح أخطاء مبارح، ضروري اليوم يكون في إلك حركة تجاه الآخر. يمكن اختلفت مبارح مع حدا، فمعليش إذا حملت حالك واعتذرت أو وضحت وجهة نظرك. ضروري يصير في أخذ وعطاء، ضروري تقرب المسافة بينك وبين الآخرين مهما كان عمرك ومهما كانت ظروفك. بيبقى الأكثر حظا اليوم 6 7 11 12 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. اليوم مولود برج العذراء طالع باله يخانق حدا، طالع باله اليوم انه يمشكله، وسهل اليوم عليك انك تمشكله، ويمكن مش انه تمشكله وبتفكر انه خلص المشكل، يمكن يتأزم لليوم كل نهار ولبكره ايضا. وبالتالي من اول نهار عمول حساب انه اليوم مشاكل بدك تتجنبها. سيطر على اعصابك، احتمال يكون عندك موعد كثير مهم فما تنزعه. الاكثر حظا 14 ل 16 ايلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان اليوم نهار متعب، اليوم نهار من قبل طلوع الضوء بتفيق وحاسس حالك انك تعبان ومهموم، لانه عارف في عندك شغله يمكن بدها وقت ويمكن بدها شويه تعب. الاجواء عند مولود برج الميزان يمكن تكون متعبه جسديا، صحيا او حتى مهنيا، فنسق وقتك. الاكثر تعبا 11 و 12 اكتوبر تشرين الاول. منكمل مع برج العقرب. اليوم مولود برج العقرب وبكره من افضل الايام لحتى تاخذ خطوه تصالح عدوك، خصمك، منافسك. ليه؟ اليوم وبكره سهل عليك انه تتنازل شوي، كبريائك
ما رح يتأذى. اليوم وبكرة يومين ممتازين لتمضي ورقة، لتتصالح، لتحل حبيا، لحتى تقوي قلبك وتكرر كل محاولة. لكن انتبه من بعض المعاكسات. 12 ل 16 نوفمبر تشرين الثاني اشتغل عليها أكثر. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس مهموم، يا أما قاعد بالبيت عم بتهمهم، يا أما أنت بالمدرسة بالجامعة عم بتهمهم، يا أما بالشغل، يا أما ما عاجبك شيء. ويمكن معك حق، يمكن تكون أنت تعبان، يمكن تكون مريض، يمكن يكون عندك حدا بالبيت تعبان، يمكن عندك أعطال منزلية. المهم اليوم نهار بده طول بال، وبيبقى الأقل حظا 23 ل 25 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي حلو الحوار اليوم، حلو النقاش اليوم معك. أول شيء أنت ربحان. لكن ليش حلو معك؟ لأنه فيك تاخد وتعطي. امتحاناتك حلوة، فما تخاف وما تنقز، روح عليها. روح على المفاوضات، روح على الاجتماعات، روح على امتحاناتك بالجامعة، روح على كل اللقاءات حتى العاطفية منها. اليوم نهار مميز. بيبقى الأكثر حظا 10 ل 14 كانون الثاني يناير. بنكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو اعمل حساب اليوم انه في مصاريف طالعه منك للبيت، لتصلح، لتشتري، لتحسن. حدا من اخواتك بده يستعير منك، حدا من عائلتك من احبائك بحاجه لشيء ما، يمكن انت طالع بالك تهدي حدا كادو مثلا. في بعض الامور يلي اليوم نوعا ما بتحس انه طلعت، في اوتبوت، في شيء طلع منك، وبالتالي حلو انك تعرف تلاقي البالانس لحتى ما تحس انه انت خسران. بيبقى الأنشط 1 2 3 شباط فبراير. ننتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت القمر ببرجك، يعني مولود برج الحوت أنت اليوم شخص قادر أنك تكون ليدر بأي مجال أنت بتختاره. عندك القدرة لتقرر، عندك القدرة لتساعد غيرك ينظر للأمور. ليه؟ لأنه نظرتك اليوم كتير واضحة، ويمكن حتى تكتشف أنه كان في أمور قدامك بوجهك ومنك إشعة. اليوم سهل عليك تقرر. الأكثر حظا 22 ل 26 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير حلوة، سنة بتتعرف فيها على أشخاص جديد، على جمعيات جديدة، يمكن حتى بيطلع بالك أنك تدخل بمنافسات اجتماعية. أيار مايو، أيلول سبتمبر، كانون الثاني يناير أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. شكرا لك كارمن. يا مصطفى يا مصطفى نحن منحبك يا مصطفى. اوكي، اليوم في سبب كتير مهم لاني عم اقول هيدي الغنيه لمصطفى، بنحبه كتير. الكاميرا مان معنا بالتلفزيون وهو كمان خي وصديق، بنقول له مبروك لانه اول شيء تجوز، وثاني شيء اليوم كمان بتساب انه عيد ميلاده، فالفرحه فرحتين. ينعاد عليك يا مصطفى، وان شاء الله بتكون سنين حلوه لقدام وكلها فرح كمان مع الشريكه، اكيد بتجنن وان شاء الله تكونوا بتستاهلوا بعض. اما هلا بننتقل عند الشيف شادي ورشه ملح. احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم لاول فقره اليوم مع الشيف شادي. وبرجع بذكر الجميع، رجل جو كمان الفيوتشر يو اس اي بكل بيت من بيوتنا، كمان بلبنان انا عندي اياها بالبيت، عن كمان اصدقائي موجوده. هيك كمان اذا طلعنا لايف للمحكمه الدوليه فيكم كمان تشوفونا، او اي مناسبات عم بتصير عم اطلع عليها كمان مباشر، اوكي، مشان نوصلكم اخر الانباء. فهيك فيكم كمان تتابعونا بعدين على الفيوتشر يو اس اي. عندي كمان كتير من الوصفات اليوم، بس هلا بدي ركز على وصفة وحدة. كلنا بنفتكر يمكن انه الفتوش او خضرة الموجودة بالفتوش موجودة بس عنا، اكيد لا، يعني كتار منكم بيقولوا لا، في كتير سلطات هيك. فهلا رح نروح شوي صغيرة على منطقة فريولي فينيتسيا جوليا، اللي هي هالمنطقة يلي موجودة فيها فينيز وترياستي وأوديني وهالمناطق بشمال شرق إيطاليا، خلينا نقول أو شمال إيطاليا وشوي من الشرق. مشهورين كتير بسلطات دايما أنا بحكي عنهم وبقول الكالدو إفريدو، يعني فيها أشياء تكون باردة وفي كمان أشياء تكون سخنة بقلبها. شو بدنا نعمل هلأ؟ أول شغلة بدنا نعملها، بدنا نعمل عندي أنا هون، رح فرجيكم كيف عندي البيض، ورح أعمل السلاد اللي فيها السخن اللي هو السمك، والبارد اللي هن الخضرة، مش كلهم، البعض منهم يلي بيدخلوا بصحن الفتوش اللبناني عادي.
عند البيض، انا البيض كمان هون فيني ما طعمه بشيء ابدا، واذا طعمني فينا نطعمه بكتير اشياء، اوكي؟ منهم الخردل البودره، طلع هيدا خردل بودره بقلب البيض، وبنروح على الملح بقلب البيض، هيدا واحد خلصنا كمان منه، طلعوا كيف؟ بطريقه كمان جميله. بنروح كمان على الطحين، الطحين كمان فينا نخليه مثل ما هو، وفينا كمان الطحين نجي ندخل له اي طعمه بقلبه، يعني عم بعطي الافكار انا فيني ما ادخل شيء ابدا، بس عم اقول لكم تتغيروا كثير من طعمات الاشياء اللي بتقلوها، نهار بنقلب البيض كمان اللي فيه خردل، نهار بنقلب البيض اللي فيه تنقول انا رح احط هون الجينجر، طلعوا هون الجينجر مع الطحين بيعطيني كمان شغله كثير حلوه، ورح احط من الكركم، طلعوا هون هيك كمان بيعطونا طعمه للاشياء يلي بنقليها. كما انه بنروح على الشغله الثالثه اللي هي السميد، رح احط شوي صغيره من السميد، سميد الخشن، والسميد الخشن فينا نغط فيه او فينا نضيف له من الكورن فليكس او فليكس اللي هن رقائق الذره المحمره او المحمصه، اوكي؟ هيك مكسرين بقلب السميد، كما انه السميد فينا نضيف له من الخبز المطحون او كمان الكعك المطحون، وفينا كمان نخليه لوحده، وفينا نضيف له من الكينوا، يا سلام على الكينوا، مثل ما هي الكينوا، مثل ما هي، طلعوا ها، هيدي الكينوا بقلب الخبز السميد او الخبز المطحون او الكورن فليكس اللي بدكم اياه، اوكي؟ طلعوا كيف؟ صار عندي ثلاث اشياء بعقدوا بجننوا، صرنا جاهزين يا شيف شادي لشي بيقول الي. بس قبل خلينا نفوت نحن هلا على الفرن، خلينا نحط بالفرن يا شيف شادي، من الاشياء اللي كانوا حاضرين كمان من ايام الاحد والسبت من الشيف كمان جاد والشيف كمان عبد الله حضروا لنا اياهم، اللي هن كمان اشياء كثير بنحكي عنها كمان بعدين، طلع يا شيف شادي هون، وهيدي هون كمان من الكب كيكس الصغار، وهيك بيصير عندي كمان محل هون تنبلش نقلي. عم نشوف قدامنا سمكه، فيليه سمك. يا سلام على الفيليه السمك بطريقه كمان جميله اللي رح اعمله. رح نجيب نحن سكين يا شيف شادي ونقطع، او انا اليوم رح استعمل نص الفيليه من هون وهيك، رح نستعمله نعمل فيه باستا، بس قبل رح اشويه وبعدين رح نعمل فيه باستا مع السمك المشوي. هيدي فكره كثير حلوه، اذا شوينا شي مره سمك وبقي عنا، يا سلام على الموضوع. كما انه النص الثاني اللي هون رح اشيله بهالطريقه هيك، رح نجي نقليه هلا ونقدمه، ما بدي اقول فتوش، مصنع كثير من الخضره يلي موجوده بالفتوش، اسمها الفتوش، بيحتوي على اكثر من 16 نوع من انواع الخضر. طلعوا كيف بقصقصهم طريقه كمان جميله، ها طلعوا يا شيف شادي بالطريقه هيك، فينا نشيلهم كلهم ونروح على الطحين، طلعوا ونحركهم بالطحين المطعم بالزنجبيل والكركم، يا سلام طلعوا ها. اول شيء هون بلشوا ياخذوا الطعمات الطيبه، ممكن يكونوا دجاج، ممكن يكونوا ناجتس، ممكن يكونوا ريدس، ممكن يكونوا اللي بدكم اياه. بنروح كمان هون على البيض المطعم بالخردل البودره، بس مش شرط، مش شرط، انا عم بعطي افكار. نرجع لهون نحن شو بنعمل، يلا يا شيف شادي الطريقة الحلوة هيك، خلطناه هون وطلعوا كمان الخردل كيف علق على كل شقفة من الدجاج مثلا أو السمك وغيرهم، وهلأ منروح على السميد والكينوا، يا سلام على الكينوا كيف بتضلها بتقرقش، وفينا كمان بلا الكينوا يا شيف شادي، ما بدنا نشتري كينوا وندفع مصاري، ما تستعمل، مين قال؟ ما مش أبدا مش إجباري أبدا، خلوني بس أنا هيك شيء الأول خشبي نحطها ورا، ونرجع نحط الاشياء يلي عملناها بانيه بالكينوا والسميد، كمان هالطريقه كثير حلوه، طلعوا شو حلوين، طلعوا حبيت الكينوا كيف معلقه كمان على السمك. وفي شغله بنحب ناكلها دائما بالمطاعم، فيش اند تشيبس، مزبوط موجوده، طيب شو رايكم كمان هيدي الوصفه نضمها لهالعيله الحلوه وناكل بس سمك مقلي؟ يعني نحن فينا نقلي السمك ببيتنا بطريقه حلوه، وفينا كمان لما بنقلي السمك ونحطه على الصياديه مثلا، او نحطه على الجمبلايا، او نحطه على البايلا، او غيرها من الاطباق العالميه المشهوره اللي بتخلها من الاسماك، نقلي السمك بهالطريقه، جربوها شي مره وردوا علي خبر
يا بي ما اطيبهم، ليكوا شو حلوين. والزيت عندي صار حامي للقلي. هلا اذا انا ما نهيت الوصفه انا هلا وقدمت الطبق مش مشكله، بس انتوا اخذتوا الفكره الحلوه للقلي. وبعدين اي نوع من السلاد فيكم تعملوها، نحطها بطبق مع عصير الحامض او الخل، وبعدين نحط عليها فيليه السمك من فوق. خلينا نشوف هلا. اوكي يلا صرتوا منيح. يا سلام، يعني بلشنا بالقلي، وهون كمان يا شيف شادي طلعوا كيف نقلي هالسمكات الحلوين المغطوطين بالكينوا والسميد. اول شيء حطينا البيض، طعمنا البيض بالكركم والزنجبيل، وطعمنا كمان خلينا نقول الطحين بالكركم والزنجبيل، طعمنا البيض بالخردل البودره. يا سلام على الخردل البودره قديش طيب بالاكل. وبعدين رحنا على السميد الخشن، طعمناه او ما طعمناه، لا ما طعمناه، جينا خلطنا معه من الكينوا حمراء وكينوا بيضة. يا سلام على هالطبق. يلا يا شيف شادي هلا بسرعه تنجي هني وهالسمكات عم ينقليو. نحن فينا نقول واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او عشره من انواع الخضار اللي بدكم اياه. رح اخذ انا شوي صغيره من الخس واجي قطعهم، رح اعملها هيك سريعه، قطعهم بطريقه جميله، حطهم على هالطبق هيك. واو، تحط عليه كمان شوي صغيره من النعنع. شغلي ولا اهين من هيك، يعني هون صرنا هون عم نخترع ونحط انواع الخضار اللي بدكم اياها. نحط الرافانيلي او الفجل، بس مشان تشوفوا كمان انه مش بس نحن بنستعمل الفجل، العالم كله بيستعمل الفجل بوصفات كثير حلوه. واو، وانا بحطهم هون للفجلات. وراح ضيف شغله كمان يمكن انتم ما بتضيفوها، هي الخيار، محل الخيار العادي الخيار المكبوس. واو، وبجي انا هون يا شيف شادي بحطهم هيك بهالطريقه الحلوه. وعندي التومات سوريز، راح احط البقدونس، راح احط كمان عليهم من عصير الحامض بعدين، بس ما راح هلا احط، بتعرفوا لانه خس وعصير حامض وهيك، راح انطر بعد شوي. وبس ترجعوا لعندي على حوالي 11:30 رح نعمل الصلصة، رح نكفي هالسلطة، ورح يكونوا السمكات أكيد مقليين جاهزين. إذا ما رولا أكلت لها منهن، لا بيطلع لها حبي. رولا شيف، وصلت ريحة القلي لعندك الساعة بكير؟ الحمد لله. طيب بلشنا يعني، بس الوصفة بدها شوية وقت. معلم ننطر ما في مشكلة. يلا ناطريني. يعطيك العافية شيف. بدي اقرا شوي الكومنت يلي بعتوا لي اياها. السؤال اليوم كان إذا ظلمته كيف بتعودوا للشخص اللي ظلمته؟ في ندى الزعبي بنقلها بنعطيها بوسة كثير كبيرة لأنه أنا بحبها كثير، بتقول والله الظلم كثير صعب، أنا حسيته كثير بحياتي، ما في شيء بعوض عن هالإحساس الصعب، بضل جرحه بالقلب. من جهتي إن شاء الله ما بكون ظلمت حدا، وإذا ظلمت بعتذر دايركتلي. لاف يو. Love you too. في عنا سلار بتقول ما فكرت بهالموضوع بس اكيد ممكن اعتذر، يعني مش مثل هيدا اللي انسجن اللي حكينا عنه الصبح، رح كون ظالمه حدا صباحه. في عنا سهى بتقول يعطيكم العافيه، حبيت اسال بتقول منى بتقول انا ما ظلمت حدا، الناس يلي ظلموني. رح اتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكفي عالم الصباح، ما تروحوا لبعيد.